طب يعني كابتن سلاوي، حضرتك طبعا نادين سلاوي احد نجمات الفريق الاول، واللي لعبت في الدوري الامريكي ان سي دبليو اي وعملت حتى ارقام واحصائيات جيده، اكيد انت قريب من الفرقه شايف الدنيا ماشيه ازاي. يعني فرصنا في ماتش سبورتنج لو الفرقتين كاملين، لو الفرقتين كاملين فرصنا ايه؟ لا انا عايز اقول برضو ان النادي الاهلي السنه دي عمل تدعيمات قويه جدا جدا، من ضمنهم نادين، لكن النادي الاهلي جاب محترفه على مستوى عالي جدا. جبنا لا نهى شتا من نادي هليوبلس، جبنا فريده وائل من احسن قطر الاجنحه اللي موجوده، ده نهائي بطوله المنطقه يا كابتن طبعا زعلناها في قناه النادي من الاهلي، احسن الاجنحه اللي موجوده في مصر، وسلوى هارون من نادي الزهور، وعملوا ومية حلوة كانت الصفقة اللي هي الأخيرة، بس سمعت إن مية مصابة كده. مصابة بس هي عنصر خبرة وهتفيد النادي. طب مية عندها إيه يعني؟ عندها جزع في الرباط الصليبي. جزع طب جزع. بس يعني هتاخد وقت يا كابتن؟ لا إن شاء الله. هو أنا اللي أنا أعرفه إن آخر حاجة اتقالت ليها في خلال من أسبوع ل 10 أيام إن شاء الله هترجع لان هي في ماتش سموحه اتخبطت تقريبا خبطه شديده شويه، كدمه شديده شويه، الف سلامه عليها، فركبتها ورمت تقريبا وعملت الفحوصات وكل الكلام ده، وعملت رنين على ركبتها فطلع في حاجه بسيطه يعني محتاجه، بس هي طبعا كانت ورمت من نتيجه الكدمه طبعا وكدا. اكيد كدمه بتبقى كبيره. فانا شايف ان برضو نادي سبورتنج المباراه مش سهله، برضو نادي سبورتنج لو كامل هتبقى مباراة. مين في نادي سبورتنج تعمل له حسابك من اللاعبات؟ اللعيبة الأمريكية اللي عنده برضه لعيبة كويسة، مش سيئة لدرجة اللي هي كويسة. لا هي كويسة جدا، كويسة جدا كمان. شفتيها كابتن علي؟ طبعا كانت بتلعب السنة اللي فاتت مع اليوبلس، لعبت مع اليوبلس. احنا عندنا كايلا دي، لا عندنا محترفتنا اللي وحش. طبعا الأمريكية ما شاء الله وحش. ربنا يحميها. يعني حاجة ما شاء الله، ارقام واحصائيات ربنا يحميها، مش عايزين نحسد. وفي البنت هاجر اللي هي احسن، تعتبر لاعبة هاجر عامر اللي في سبورتنج، احسن لاعبة ارتكاز، واخدة احسن لاعبة ارتكاز الموسم الماضي. فانا شايف ان احنا خسرانين في البطولة بس حاجات بسيطة، هي نور علي طلع. نور طبعا حادث السيارة اللي عملتها هي، طبعا نور ركيزة من ركائز طبعا في البنات، زائد مي حلوه في المباراه دي. لكن بالنسبه لموضوع نادين بقى، فهي المسؤوله عنها. كنت لسه اقول لحضرتك وانت بتساله على نادين، حضرتك بتسالني انا اكتر منه شويه. المسؤوله واكتر معلومات عنها. لا 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 طبعا نادين من اكتر الناس، من واحنا حتى بنلعب كانت بننزل نتمرن مع بعض الصبح لوحدنا بره التمرين خالص، وحتى هي كان جاي لها فرصه قبل كمان لما تسافر، كان جاي لها عرض سنه قبل اللي هي سافرت فيها، وكان انكل سعيد مش عايز يسفرها يعني هو السبب. واتكلمنا معاه وكده في ان لا يعني انا قلت لها انت لازم تاخدي الخطوه دي بالظبط، وهي فعلا الجامعات الامريكيه عملت ارقام بصراحه ما شاء الله. راح جامعه كبيره طبعا. وعلى فكره بس في معلومه سريعه عشان الناس متخيله ان الديفيجن ليه علاقه بالباسكت، الديفيجن 1 ومن 2 ما لهمش علاقه في امريكا بالباسكت، هم ليهم علاقه بالاديوكيشن. انما الباسكت ديفيجن 1 و2 اقوياء جدا زي بعض، فعشان الناس بس بتتخيل الموضوع الديفيجن ده ليه علاقه بالتعليم، تصنيف تبعا لتصنيفها الاكاديمي بالظبط كده وليس التصنيف الرياضي بالظبط، هما الاثنين نفس القوه بالظبط. طب يعني نادين برضو لما رجعت تعرضت لاصابه صغيره ورجعت برضو كملت، انت شايفه الموضوع ازاي؟ لا هو تمام، هو طبيعي ان هي نادين كان جالها زي شوك في 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 الركبه، يعني شوك بقى من كل حاجه، من الاتموسفير، لان زي ما حضرتك عارف الاصابه مش لازم تيجي علشان انا الاصابه ممكن تيجي نفسيه او منتلي او كده، فهي كانت اصابه وهي ما قعدتش فيها كتير، بس هي الصح اللي حصل ان هي استنت لما تبقى فولي ريكفرت علشان تبدا تحط رجليها في الملعب تاني عشان الموضوع ما يتكررش، فالموضوع كان بسيط يعني الحمد لله. طب انت برضو نفس السؤال كابتن سلاوي، يمكن انا بس عايز اضيف ان سوريا برضو تعتبر طبعًا من الاوراق الرابعه بالنسبه للنادي الاهلي، بالنسبه للنادي المصري كلها كابتن. يعني بصراحه صفقه من ساعه ما جت من نادي الصيد، زائد طبعا ان في نجوم عندنا في النادي وفي ناشئين اكتر بالزبط. واحده معرفه بيهم كابتن علي، احنا عندنا ناشئين واخدين مراكز ومن احسن خمسه في افريقيا على مستوى البطولات، واخدين كؤوس اللي هدافه واللي صانع لعب العاب، يعني عندنا بنات لو
يعني خدوا فرصتهم في الدرجه الاولى ان شاء الله اتفرج على حاجه ثانيه اكيد. طب يعني برضو نفس السؤال بالنسبه لسبورتي، اكيد في مفاتيح لعب، اكيد برضو انتقال هاله شعراوي من النادي الاهلي لنادي سبورتنج طبعا اكيد برضو اداهم قوه. انت شايف نادي سبورتنج يعني اهم العناصر اللي فيه اللي ممكن تبقى مؤثره جدا في مباراتنا معه؟ هو طبعا حضرتك كنت الاول بتسال على الفرص، هي متكافئه جدا، ولو ان انا مثلا ميلت شويه ناحيه الاهلي شويه، بس طبعا سبورتنج فيهم هاله شعراوي مشيت من هاله، انا بشوفها لعيبه عندها ميزه بتعمل ديفنس وريباوند تحت الباسكت جامده جدا، فدي حاجه مش موجوده في ناس كتير. فاحنا طبعا هاله منار كانت عندنا في الاهلي من اسرع اللعيبه في مصر، بقت موجوده في سبورتنج دلوقتي مع هاجر عامر طبعا نجمه وواخده احسن لعيبه في الدوري اللي فات، مع اسرار ماجد بلاي ميكر منتخب بالظبط كده، مع ومو يعني بالظبط تيجي احسن، انا شايفه ان هي احسن تاني محترفه موجوده او موجوده دلوقتي او جات مصر اصلا، يعني احنا كان معانا في كيلسي ودلوقتي كايلا احسن بكتير مش كده، كايلا دلوقتي كايلا احسن ومو كويسه جدا يعني. مو برضو ارقامها على فكره قريبه يعني، مو حاطه في ماتش اليوبس الاخير مسجله 41 بوينتس برضو، هي رنجها اربعينات رنجها كده مش بنسمع الكلام بالظبط، فالموضوع ايكوال جدا. اللي خلينا نروح بس ناحيه الاهلي سنه بقول كده، ان احنا عندنا خبرات في الاهلي وعندنا سرعه وعندنا طول وعندنا محترفه كويسه وعندنا ناشئين كويسين، عندنا بنش كمان كويس بالظبط وعندنا بنش أخير. كويس، واخدنا شويه من الخبره اللي في نادي سبورتنج جت الاهلي، اللي هي مايا حلوه اللي تعتبر 50% بالظبط من خبره سبورتنج بقت معانا في الاهلي، مع نادين سوريا الكلام، فالموضوع وفريده ونهى، فالموضوع بس في الاخر خالص زي ما قلت لك في الاخر خالص احنا خمسه بيلعبوا قصاد خمسه. صحيح الاول انت في الملعب بتقول طيب. بس عايز اقول قبل ما انسى عشان احنا نسينا، انا والكابتن عليها نسينا رانا نبيل من احسن صناع الالعاب اللي كانت في فرقه سبورتنج وجات الاهلي السنه دي.